صباح الخير لكل المشاهدين، تحياتنا من جديد، برحب فيكم ورحب بعودتكم إلنا للاستوديو لبرنامج يوم جديد. في هذه الفقرة تحدث عن مؤتمر أقيم في الرمثة، كون الرمثة تحتفل بكونها مدينة الثقافة الأردنية لعام 2018. وزارة الثقافة نظمت هذا المؤتمر، وكان عبارة عن بحث في التراث الحوراني، طبعا مشاركة للعديد من الباحثين، العديد من الكتاب، العديد من الدارسين، ليس فقط من الأردن ولكن أيضا من خارج الأردن. هذا الصباح بسرنا أن يكون معنا دكتور عبد العزيز مسلم، وهو مدير معهد التراث في الشارقة. أهلا وسهلا فيك. كنت مشاركا وتحدثت عن التراث العربي اللي هو قديش في سمات مشتركة. صحيح. وهذا بيسعدنا جدا أنه هيك نحصر التقارب ما بيننا كعرب. الدكتور سلطان زغول وهو مدير مديرية ثقافة إربد، اللي يعني دائما بيشتغلوا على كثير من المؤتمرات النوعية. أهلا وسهلا فيك دكتور سلطان. شكرا. صباح الخير. بداية معك دكتور سلطان، حتى تعطينا هيك توطئة عن موضوعة المؤتمر اللي عملتوه عن حوران. يعني احنا هذا العام قمنا بتنظيم مؤتمر محافظة إربد الثالث رقم 3، وكون الرمثة مدينة الثقافة الأردنية هذا العام خصصنا للحديث عن التراث الحوراني، لأن الرمثة تأتي في قلب حوران. ويعني وتناول مواضيع متعددة لها علاقة بالعادات الزراعية، التراث الغنائي. بتعرفي الرمثة قديش مشهورة بالدبكة والأغاني الشعبية. أهل الفن. ويعني تطرقنا لتفاصيل كثيرة. كان عندنا بعض المشاركين العرب أيضا. يعني عن التبادل الثقافي بين حوران وفلسطين، في باحثة من فلسطين شاركت. كان عندنا أحد الباحثين من جمهورية مصر العربية تحدث عن دور حوران المحوري. دكتورنا سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم طبعا بشرفنا أنه كان المتحدث الرئيسي باليوم الأول، وتحدث عن التراث غير المادي، وهو كونه يعني مدير لمعهد التراث معني بهذه التفاصيل عن التراث الغير المادي. طبعا مهتم أيضا أنه يعرف أكثر. دكتور عبد العزيز، كنت عم بحكي لك تحت الهواء أنه قد إحنا بحاجة نعرف أكثر كعرب عن تراث بعضنا البعض، وهذا بجوز المهمة الرئيسية للمعهد عندكم في الشارقة، والبحث في التراث العربي بشكل عام. قديش بنعرف حالنا أكثر حتى في الوقت الراهن لما بنتعرف على تراثنا وعلى ماضينا بشكل أكبر؟ أنا أعتقد من خلال التراث والثقافة نحن نجد أو نبحث عن المشتركات بيننا. هناك كثير من الأمور المشتركة في اللهجة، في عادات الأكل، في اللبس، في غيرها من الأمور. الثقافة تقرب. لذلك يمكن مسعى الآن معهد الشارقة للتراث من خلال مركز التراث العربي إلى إيجاد هذه النقاط، نقاط الالتقاء والتواصل بيننا وبين الوطن العربي. كثير من المفردات في الحياة الشعبية نجدها مثلا في الخليج وفي الإمارات مثلا أو في الشارقة، ونجد التفسير لها هنا، والعكس بالعكس أيضا. صحيح. يعني كنا نتكلم يمكن قبل شوي عن موضوع أن الطير الحوراني. نعم. المشهور عندنا. نعم. يمكن في ناس ما تعرف حوران أصلا. نعم. لكن إذا جاء هنا وجد الإجابة. نعم. يعني في فكثير من الأمور أعتقد من خلال الثقافة قد نتواصل فيها ونلتقي، ويكون يعني هناك فتح جديد لهذه العلاقة، العلاقة التي يجب أن تكون على هذا النحو بين العرب. هو الرابط الإنساني. يعني صحيح. لما بتزور بلد بتلاقيهم مثلا بيأكلوا مثلك، طريقتهم بالتعامل مع أبنائهم مثلك، أمثالهم الشعبية، في شيء إنساني بربطك بالآخرين من هذه الناحية. بالتأكيد الأدب الشعبي يربطنا بشكل كبير. صحيح. من أمثال إلى حكايات إلى أقوال إلى حتى كنا. نعم. لماذا مثلا الاسم عبد الرحمن يكون أبو عوف؟ لماذا مثلا يوسف يكون أبو يعقوب؟ لماذا يعقوب يكون أبو؟ يعني هذه موجودة أيضا بيننا، خاصة أن أعتقد يعني حدود جزيرة العرب اللي فيها الخليج هي الأردن. صحيح. الأردن هو الحد الأخير لجزيرة العرب. نعم. إذا ما دخلنا إلى الشام يعني، ولكن بالفعل. الأردن هي الحد. كثير من القواسم مشتركة أصلا. بالفعل. حتى لو كان في اختلاف فجميل أن نعرفه، يعني جميل أنه نطلع عليه. أنا كنت عم بحكي لدكتور سلطان ودكتور عبد العزيز أنه إحنا منزور مثلا الإمارات، منزور الإمارات الحديث. صح. ونكون عندنا رغبة كبيرة أنه نتعرف على تراث الإمارات، كيف كانوا يعيشون. طبعا. ماذا يأكلون، ماذا يفعلون، كيف يغنون. طبعا. وكل هذه
هذه التفاصيل. دكتور سلطان، لماذا حوران تحديدا بهذا المؤتمر والتسليط الضوء على هذه المنطقة تحديدا وتراثها الغني بشكل عام؟ يعني هي الإجابة لأهمية حوران ومكانتها تاريخيا، يعني سلة الغذاء أيام الدولة الرومانية القديمة، حوران الممتد من أطراف جرش وعجلون إلى أطراف دمشق، يعني هذا السهل العظيم المهم اللي يعني بيمتلك كل مقومات الحياة. صحيح. القمح اللي هو يعني القمح وما يرتبط به من كل شيء من أغاني وتراث طبعاً وعادات وتقاليد. القمح المقدس إلى الآن، يعني إذا حدا منا بشوف خبزة على الأرض برفعها وبشيلها أو حتى هذا من قبل الأديان، الآن أيام يعني أجدادنا الآراميين واللي كانوا يعني أديانهم خلينا نقول يعبدوا الآلهة لكن كانوا يقدسوا القمح. كانوا يقدسوا الإله بعل اللي كان يرعى طبعا إله الخصب، ولحد الآن بنقول زراعة بعلية نسبة إلى الإله المرادفات لذلك موجودة فعلا الذي يعني هو إله المطر. نعم. فتخيل إلى الآن ما زالوا فلاحين يقول أنا زرعته بعل. أيوة أنه برعاية الإله بعل. نعم. ولو يعرفوا الآن هذا يمكن يقول لك يعني عن جد هذا التراث يبقى في الذاكرة ويبقى معانا موجود. صح. في تفاصيل حياتنا اليومية. معهد التراث في الشارقة مهتم بالوطن العربي بشكل عام؟ صحيح، لدينا مركز من مراكز المعهد. المعهد مؤسسة أكاديمية وثقافية كبرى يعني، فهناك مركز يسمى مركز التراث العربي، فيه ثلاث يعني قطاعات رئيسية. القطاع الأول هو متحف إثنوغرافي للتراث العربي، فيه أزياء وزينة من جميع الوطن العربي، هناك جميل. ركن لبلاد الشام، فيه الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان وأيضا لبلاد الرافدين، ويعني في أقسام كاملة للتراث العربي، وهناك أرشيف للتراث العربي. رائع. أيضا أرشيف سمعي بصري. رائع. والجزء الأخير هو البحوث والدراسات. يعني هناك مثلا دراسة معينة مثلا عن القمح اللي الحين كنا نتكلم عنه، فممكن أن هذا المركز هو الذي يرعى هذه الدراسة يعني يتبناها يمولها. أوه. يطبع الكتب أيضا، ونصدر أيضا نحن أكثر من مجلة، مجلة علمية محكمة أيضا للباحثين في الوطن العربي. مهم جدا. فأعتقد هذا مهم. طبعاً. تبادل الطلابي ما بين يعني ممكن الطلاب يأتون للمعهد وعلى حساب المعهد ويقضون أيام في المؤسسات الثقافية والعلمية والبحثية. تمنح درجات علمية أيضا المعهد؟ المعهد يمنح، هو الآن يمنح الدبلوم المهني. تمام. ولكن بالتشارك مع معهد التراث الوطني المغربي وجامعة باليرمو في صقلية هو يمنح البكالوريوس والماجستير. رائع. نعم. وفي نية لأنه يكون في بالأردن أيضا يعني رديف لهذا المعهد أو قد يكون نسميه فرع للمعهد. فرع بيكون إن شاء الله بهذا الآن أن يكون في المغرب وفي مصر وفي الأردن. نعم. كنقاط يعني ارتباط رسمية. نعم. ثابتة ومستقرة، وفيها يكون إشعاع مثلا من الأردن على كل بلدان الشام ممكن يمد إن شاء الله. يعني حوران مثمرة يعني كعادتها بأنه يكون في ثمار هيك معرفية إن شاء الله من خلال دكتور عبد العزيز. يعني أستاذ دكتور سلطان، أخيرا ممكن شو ممكن تلخص هذا المؤتمر، كيف جاء بثماره وعلى ماذا أطل تحديدا يعني بشكل عام؟ يعني إحنا كنا سعيدين بأنه لأول مرة في بعد عربي بالمؤتمر. يعني بالدورتين السابقات كان محصور بالباحثين من الأردن. واهتمينا بدراسة التفاصيل، الأغنية التراثية، الرواد الأغنية، رواد الموسيقى، رواد الفن التشكيلي، المسرح اللي هو يعني معروف على المستوى الأردني انطلق من إربد. هذا العام يعني صار في بعد عربي، وحكينا عن التبادل التاريخي ما بين حوران وفلسطين بشكل أوسع، وتشرفنا بوجود دكتور طبعا وما أعطى من أبعاد أوسع أيضا للموضوع. يعني بنتمنى أنه هذه الأبحاث ما تضل حبيسة الأوراقها، وأنها
تتحول إلى كتب مهمة، وخصوصا مؤسساتنا الأكاديمية أو المعهد، يعني إن شاء الله كله بيتم التعاون معهم لإن شاء الله نتائج طيبة لهذا المؤتمر. بدي أشكركم دكتور سلطان، شكرا جزيلا لك. دكتور عبد العزيز، شكرا جزيلا لكم. قامة طيبة في الأردن إن شاء الله، يعطيكم ألف عافية. وإحنا مباشرة أنا وإياكم والمشاهدين راح نروح لهذا التقرير الذي يتحدث عن الزراعة والأسطح الخضراء. خلينا نشوفه ونرجع معكم.